المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ PSK وصلنا لبعض الـ PSK وبعدين قلت له إنه الـ PSK وصلنا لغاية هنا وأنا قلت له الـ PSK ده كبير فإيه فقلتناه ووصلنا لبيانات سي وكلمنا عنه. تعالى بقى دلوقتي عن الـ PSK ونشوف بقى حياته. الـ PSK زي ما هو باين هو بقى نبدأ نتكلم عن الحاجات اللي فيها هاي أوتر ريجريشن يعني في عدد بس بيزيد في السن كويس. فمثلا الاكزامبل اللي قدامنا ده اسمه اي بي اس اي. اي بي اس اي يعني في 8 سيمبلز تبع واحد فيهم بيست على البيتس اللي انا عاوز ابعت. لو عاوز ابعت لو جاي بيتس 0 0 0 ابعت الطبيعه للكونستليشن واحد 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 هبعت فيها صور. طيب الاول المحطوطين دول هل بيحققوا القصه بتاعت الريت الكودنج اللي كنا اتكلمنا فيها ولا لا؟ قلنا الريت الكودنج هو ايه؟ الريت الكودنج اللي هو اقرب بيتس لبعض يبقى الفرق ما بينهم اقرب سيمبلز لبعض يبقى الفرق ما بينهم هو بيت كويس؟ فاقرب سيمبلز لبعض يعني الفرق ما بينهم هو بيت ولا اي واحده فيهم مثلا دي؟ دي مين اقرب حاجه ليها؟ اللي فوقيها ولا تحتيها؟ تمام؟ فاكرين عارف كام بيت؟ فاضي تمام؟ يبقى انا عايز اعمل الريت الكودنج وخليت الفرق بين كل سيمبل والاقرب حاجه دي الفرق ما بينهم ايه؟ جاست وان بيت. طيب ليه بنعمل كده؟ عشان نترجم السيمبل ايرو بيت لاقل بيت ايرو بيت تمام؟ يبقى انا لو غلطت في السيمبل ده وقلت ده او ده يبقى انا كده غلطت في وان بيت. يعني كان ممكن يعني لو حطيت الثلاث واحد دول هنا وانا كنت هنا وجيت هنا هبقى غلطت في ثلاثه بس. تمام؟ فانا كده عملت اقل عدد من البيس ايرو اللي هنا هو ده سيم ايه؟ سيمبل ايرو بيت. طب هي دي هو بيعمل طيب السيجنال دي بقى كده اللي هي كانت شبه شويه بتاعه الـ PSK اللي احنا كنا حابينها اللي هي تمام؟ كانت هي نفس الشكل بس هنا هي باي 4 و3 باي 4 اند سو اون. دي بقى اللي باي على علم وحاجات كده. فبرضه الايه لما هنفك بنفس الطريقه اللي عملناها في الـ PSK هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا ايه هو البيزنس فانكشنز بتوعنا؟ السايلنت وزاره ساين تيب واي اف سي دي وساين تيب واي اف سي. فهعمل بقى نفس الكلام، هاخد الاثنين بيزنس فانكشنز بتوع الساين والكوزاين واحط البتاع دي زي ما فكيت الـ بي اس كي وهبدا اشوف الكونستليشن بتاعي شكله عامل ازاي واحط السيجنال بوينتس على السيجنال ستيج بتاعي هرجع اشوفهم زي ما انتم شايفين كده. بعدها كده الفاي 1 هو الكوزاين والفاي 2 هو الساين والشكل بقى ايه؟ بعمل كده على الكونستليشن. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ عاوزين بقى نحسب زي ما قلنا اي موتيفيشن بنجيب له بيزنس فانكشنز بنرسم الكونستليشن بتاعه وبعدين بنحسب البيت الاوبيت بتاعه ونقعد نفكر بيزنس. فعاوز احسب ده دلوقتي البيت الاوبيت كويس؟ طيب فالبيت الاوبيت احسبه ازاي؟ البيت الاوبيت احسبه انا عندي طبعا الديسيجن باوندريز واضح جدا من الدايره ان الديسيجن باوندريز هتبقى ايه؟ خطوط كده طالعه ما بين النقطتين صح؟ احنا قلنا لما نيجي نشوف الديسيجن ريجن بتاع كل واحد بعمل ايه؟ لو الاثنين دول موجودين هوصلهم بخط وبعدين اعمل عمودي من النص تمام؟ اي حاجه فوق الخط هتبقى تبع دي، اي حاجه تحت الخط هتبقى تبع دي. طيب ما بين دي ودي نفس الكلام، اعمل خط كده اعمل خط ما بينهم وتعدي من دي وتطلع الخط ده واللي فوق تبع دي واللي تحت تبع دي. فبقى كده الديسيجن ريجنز بتاعت النقطه اللي هي 0 0 0 دي الديسيجن ريجن بتاعها بقى ايه اللي هي الحته دي الغلطه اللي عندنا في الرسم دي تمام؟ سيبته كده ماشي لغايه الفيديو. تعال احسب البروبيت الجو بتاعه تمام؟ البروبيت الجو يعني ايه؟ يعني انا قعدت دي واستبدلت اي حاجه بالتانيه. زي ما قلت لكم في معظم الكيسز يبقى اسهل لك انك تحسب البروبيت اوف وقت تمام؟ فهنا البروبيت اوف وقت هي البروبيت اللي انا واقع في الحته دي. البروبيت اوف جو هي البروبيت اللي انا واقع ايه؟ في الحته اللي بره دي كلها. طبعا اسهل بكتير ان انا احسب البروبيت اوف وقت ان انا اقول ان انا باعت دي وايه؟ ودخلت في الحته اللي هنا. ماشي؟ طيب يبقى انا عندي الاريا دي بقى عاوز احط البروبيت دنسيتي فانكشن بتاع الاكس اللي هي اكس 1 واكس 2 واكملها في الحته اللي هي العامله كده. طيب البتاع دي لما ابعتها النقطه دي على الكونستليشن لما ابعتها هيجي لي ايه 2 دايمنشنال توصل لنا فاليو صح؟ الاكس بتاعتي اللي هي الاكس 1 بتاعتي هتبقى سنتر حوالين دنسيتي والاكس 2 بتاعتي سنتر حوالين ايه؟ الزيرو. والسيجما سكوير بتاعته كان نقطة على تمام؟ فيطلع لنا ادي ديستريبيوشن اكس 2 سنتر
حلو؟ عايز بقى اكمل البي دي اف ده على الحته الغامقه. تمام؟ فزي بقى ما خدت في اعدادي هندسه هنعمل بقى شريحه ونمشيها من خط البايت الزيتي وبعدين نمشيها من تحت البايت الزيتي. تمام؟ طيب دي تو سيكندري وبروبابيلتي ان انا اقع فوق الشريحه دي هي ضعف البروبابيلتي ان انا اقع فين؟ في النص الطويل منها عشان في سيكندري. فالبروبابيلتي ان انا اعدي واقع في المثلث ده بيساوي البروبابيلتي ان انا اعدي واقع في المثلث ده نتيجه الايه؟ السيكندري. فهاخد احط 2 في الاول وهجيب البروبابيلتي ان انا واقع في المثلث الفلاني. مين بتاع الصفر عشان هو متسطع حوالين الصفر في الاكس كيوب. اه تمام. صح؟ فيبقى انا مش مين بتاع الصفر. بس هكمل بقى بتعرف ايه؟ في المثلث ده. هيبقى من اكس واحد الخط ده اسمه اكس واحد بتساوي اكس اثنين تان ستة. لان اي نقطة عليه هي بتساوي يعني اخد اكس واحد واكس اثنين ده اللي تان ستة. تمام؟ هو الخط ده. فهكمل اكس واحد من اكس اثنين تان ستة لغاية الفيلم. اللي هو ايه؟ شريحة ماشية بالعرض. وبعدين هكمل من اكس اثنين من صفر لغايه الفيلم، يعني الشريحه اللي ماشيه بالعرض دي هاخدها من تحت خالص لغايه الفيلم. فبقى ده شكل ايه؟ فبقى ده شكل ايه؟ الحاجه اللي احنا عاوزينها دي، ماشي؟ ف هنكمل دي، هنطلع عليها دي، تعالوا نبص دي. هنعمل بقى تشينج فاليوز اكس واحد بس مش عارف في على ايه بيساوي كذا عشان احطها على شكل الفا. الالفا شكله عامل كده. تكامل من اكس انفينيتي مثلا واحد على بازل واي اكس ماينس واي سكوير على كل دول دي واي. ده كده شكل الالفا. خلاص؟ فبقى دي ايه؟ الفا اوف كذا. تمام؟ بقى الفا اوف كذا. الفا اوف ده. حلو؟ طيب وبعدين فبقى عندي البروبابيلتي اوف اللي هو تكامل الالفا الالفا موجود في اي اس ماينس اكس سكوير على كده. طيب البتاعه دي كده ملهاش كروس فورم اكسبريشن. تمام؟ ملهاش كروس فورم اكسبريشن. يبقى احنا لما كان عندنا بي بي اس اي وبي بي اس اي كانت بتدينا كروس فورم اكسبريشن. لما بقى عندنا الاي بي اس اي او اي بقى دي حتى يعني ده مش ايه هنا بنتكلم على اي حاجه يعني دي اكشن بتاعت الامر دي فالي بين كلهم ان سيتا دي هي اللي هتتغير من واحد للتاني. فسيتا دي لو كنا 8 هتبقى رقم معين هتبقى مثلا 22 ونص لما نبقى 16 هتبقى 22 ونص على 2 وهكذا. فده السيتا دي اللي هعوض بيها الرقم بتاع الكونستليشن هيدي لك الكواليتي كاو بتاعت اي واحد فيهم. تمام؟ فده جدول حتى مش بيتكلم على 8 بس. فكده اي حاجه بقى اكتر من الاربعه مش هتطلع لي حاجه. يعني مش هتطلع لي حاجه مش هتطلع لي كروس كوم يعني. هتطلع لي حاجه طبعا ممكن ابقى اعمل نيجاتيف وهتطلع لي ارقام يعني. لكن ما اقدرش اطلع لها ايه كروس فورم زي اللي قبلها. كان بيطلع في الاخر كافي ومش عارف ايه وحاجه كده. والله لا مش هينفع تبقى ايه بتقف كده. والبتاع دي ما لهاش انتجريشن ما لهاش كروس فورم انتجريشن. طيب تجيب بقى من الاحيان ما بعرفش اوصل لكلوز فورم اكسبريشن كويس بعمل حاجه اسمها الباوند. الباوند يعني ايه؟ باوند يعني انا عاوز لو انا مش عارف اجيب بالظبط البروبابيلتي اوف بتاعت الحاجه اجيب باوند عليها. كويس؟ في حاجه اسمها لور باوند وحاجه اسمها ابر باوند. يعني ايه لور باوند وابر باوند؟ يعني انا مثلا جبت بروبابيلتي حقيقي عامل كده. حلو؟ لو انا قلت انه ابر باوند على البيت بروبابيلتي ده او لور باوند ده انا كده كويس. صح؟ يعني هو والله ايه؟ ده انا الاكسبريشن ده اعلى حاجه بسيطه دي لسه بقى في الفيديو اعلى حاجه بسيطه من الحقيقه. او الاكسبريشن ده اوضح حاجه بسيطه من الحقيقه. انا كده عملت حاجه مش وحشه. كويس؟ فالباونس دي بجيبها لما ما بعرفش اعمل كلوز فورم اكسبريشن. فبجيب يا اما ابر باوند يا اما لور باوند بيست على المساله عامله ازاي وده بيبقى بالنسبه لي مفيد جدا لو انا مش عارف اجيب الاكزاكت ليجيتو ليه عامل ازاي. طبعا الباوند ده بقى فيه باوندز كتيره يعني انا ممكن اقول لك والله ده ابر باوند وممكن اقول لك ده ابر باوند تاني مثلا فطبعا تقيل يعني شويه محتاج ان هو ايه لازم قوي فيه بس كتير. فطبعا لو انا عرفت اجيب اكسبريشن لحاجه كده جاست اعلى من الحقيقي بتبقى حاجه كويسه. فكل ما اقرب من الحقيقي في الباوند بتاعي من الناحيه دي او من الناحيه دي حاجه كويسه جدا. ممكن انا اقول لك الباوند اهو هل ده يبقى ايه معنى؟ ملوش معنى.
صح؟ فانا عاوز اقرب من الحقيقه بضغط as close as possible. تمام؟ في حاجه اسمها ريونيون باوند. كويس؟ حاجه اسمها ايه؟ ريونيون باوند. ريونيون باوند هو اللي بيحاول يعمل اكسبريشن بين الاوكي وقريب من الحقيقه بس انا عامل منه حاجه بسيطه. ماشي؟ احنا ايه بقى؟ وين كان اوبتين اكزاكت كاتيجوريز فورمولاز باوس كان بيوز. اليونيون باوند ده كان بيه الاسريتد باي ذا فولوينج اكزامبل. هوريك دلوقتي. ايه اي كي ده؟ دينوت ذا ايفنت. ذا اوبزرفيشن فاكتور اكس از كلوزر تو سيجنال فاكتور اكس كي ذان تو اكس اي وان اس اي اس. يعني ايه؟ هجيب منه البروبابيلتي ان انا ابقى اقرب لاس كي وجيفن ان اس اي كانت هيبقى أو يبقى ده كامل كونديشنال بروبابيلتي اوف سيمبل ام والام اي ستنت هي اي ام اي از ايكوال تو بروبابيلتي اوف يونيون اوف ايفنتس كذا. طيب يونيون اوف ايفنتس ذا بروبابيلتي اوف فاينايت يونيون اوف ايفنتس از ابر باوند باي ذا سم اوف ذا بروبابيلتي اوف ذا كونستيتيوت ايفنتس. وي ماي ذيرفور رايت بي اي ام اي اصغر من بي اي اي دي زي ما انا كنت بقول كل ده انت هتحطه. دي اي كده ايه؟ از نوت ان انا استقبلت ام كي جيفن ان ام اي كانت اتبعتت وات ات از كالكوليتد اسيومينج ذات اونلي اس اي واس كي ار بريزنت. طيب عشان هم بقى الكلام ده كله على الجزمه بعدين نرجع للكلام تاني نشوف اذا كان يعني في السيستم ده. انا دلوقتي عاوز اجيب الوبيت وكان جيفن ان اس واحد كان اتبعت. كويس؟ طيب البروبابيلتي اوف كام جيفن ان اس واحد كانت اتبعت هي البروبابيلتي اوف كام جيفن ان اس واحد كانت اتبعت وهي البروبابيلتي ان اس واحد كانت اتبعت والحاجه اللي انا نسيت وقعت في الحته الصح. صح؟ احتمال ان انا هحسبها والاكس اللي يجيني وقعت في ايه؟ في الحته الصح. طيب افرض بقى ان انا جيت قلت لك ايه؟ انا اعرف اجيب بسهوله الثلاث حاجات دول. ايه الثلاث حاجات دول؟ البروبابيلتي ان انا ابعت اس واحد واستقبل اس ثلاثه جيب ان هما الاثنين بس اللي كانوا موجودين. يعني كان اس 2 و4 مش موجودين اصلا. احتمال ان انا ابعت واحد واستقبل ثلاثه. وهنا احتمال ان انا ابعت واحد واستقبل اربعه جيب ان هما الاثنين بس اللي موجودين والاثنين دول مش موجودين. وهنا الاحتمال ان انا ابعت واحد واستقبل اثنين جيب ان هما الاثنين بس موجودين والاثنين دول مش موجودين. كويس؟ طيب تقدر تبصر عليه من الثلاثه دول ريلاتيف الاثنين. صح؟ يبقى ده كده على طول لو انا جبت الكوبيتي دي وجمعتها على بعض
اشيل دي هاجي اقول لك طبق هنا وطبق هنا. لو شلت دي هتجي لي ايه هنا؟ هتجي لي واحد طبعا والواحد والاثنين صح؟ فبقت احسن اقرب للحقيقه صح؟ فالقانون بيقول انت تجمع كل دول على بعض. كل مساله بقى زي ما هنشوف اللي احنا عملناها في الـ MSA كل مساله تقدر انت تبسطك على المساله تطلع حاجه احسن من الايه؟ اليونيون باور كويس؟ حاجه احسن يعني ايه؟ احسن هنا بيستخدموا كلمه طيب لغايه دلوقتي اللي هو ايه؟ طيب باوند يعني باوند اقرب للحقيقه كويس؟ فانا لو عملت دول على بعض ببساطه هو بيدي لا البروبابيلتي ان انا اطلع بين نقطتين يعني لو انا عندي نقطتين في السيجنال سبيس مفيش غيرهم البروبابيلتي ان انا اتلخبط ما بين واحده والثانيه يعني ابعت واحده ويجي لي باي ايرو ان انا انسحب الثانيه هو البروبابيلتي نص الف اوف دي اي دي على كده كذا كده دي اي دي مسافه ما بين النقطتين على السيجنال سبيس خلاص اي نقطتين فيها بينهم مسافه اسمها دي اي كي البروبابيلتي اوف ايرو ان انا ابعت واحده واستقبل الثانيه جبت ان مفيش غيرهم هي نص الف اوف دي اي كي على كده كذا كده تمام؟ هيطلع ايه المايه ده؟ هيطلع شكل كده. انا بشوف بجمع كل الكابيتال كارز ما بين النقطه اي بتاعتي وما بين كل النقط الثانيه الموجوده على سيجنال سبيس. ماشي؟ هيطلع لي ايه؟ الشكل اللي انتم شايفينه ده والجنرال كيس اللي انا بجمعهم كلهم. من كي بتساوي واحد بان وكي لا تساوي واحد اللي هي في المساله بتاعتنا الام كانوا ثلاثه. فالقانون بيقول اجمع كل اللي موجود. دي البروبابيلتي ان انا اقرب جيب ان هي معايا هي بتاعتي. الكيس طبعا بتاعت الام بي اس اي النقط كلها زي بعض فكلهم هيطلعوا زي بعض. في كيسز ثانيه مش هيبقوا زي بعض هيبقى النقطه دي جايه بروبابيلتي غير النقطه دي زي ما شفنا مثلا في الاي اس كيو النقطه اللي في النص البروبابيلتي بتاعتها اعلى من النقطه بتاعت القاف تمام. فبعض الكيسز بيبقوا زي بعض فهما مش زي بعض يبقى البروبابيلتي زي ما كنت بعمل بشوف البروبابيلتي بتاعت كل سنه باحتمال ان انا كنت بعت سنه ماشي. طيب نقدر نسال على الاسئله كمان بدل ما نجمع مجموعه من الدي اي تيز دول يبقى عندي اكسبريشن طويل في عدد كبير من الثلاث كده هعمل باوند اقرب كمان على الموجود وهاخد دول باقل واحده فيهم هي دي منهم عارفين كل ما المسافه بتقل ما بين النقط كل ما القابلين بتقل بتزيد فالكنترول الموضوع هي مسافه قصيره كويس فيبقى في اقرب باوند على اقرب باوند احط فيه دي منهم بدل دي خلاص فانا كده عندي اكسبريشن هو ارفق واحد بس شكله زي ما انتم شايفين وده كمان ابر باوند خط اعلى من ابر باوند. خد ايه؟ ايوه ده اعلى من الحقيقه وده اعلى من الحقيقه ماشي في سبيشال كيسز هيبقوا قد بعض لو مسافته ده لو مقطوع كلها على الاقل لو هو مش على الاقل طبعا ده الكيس مش موجود في الاساس ماشي العادي ده بس واحده فيه مثلا التاني فده هنا اقطع بقى ماشي يا جماعه انا لو مش ببعت كل سنجل ايفر ما يطلعش لو بتبعت لي دول البوينتس ايه؟ لا يمكن. لان انت في الاخر بتكبر المسافه دي ايا كانت البروبابيلتي بتكبر دروس. هي هتفرق معاك في النقطه هتفرق في النقطه دي بعد ما تحسب لي دي المعادله. دي المعادله مالهاش علاقه بالمسافه. ايه البروبابيلتي؟ ان انا لو باعت السنجل ده يوصل بره. البروبابيلتي ده اللي بتاعك عشان يبقى العدد مش هتحسبه كام ويوم. تمام؟ مش فاهم. بص البروبابيلتي ان انا ابعت ده واستقبل ده ملهاش علاقه بالبروبابيلتي انا باعت ده باحتمال قد ايه؟ انا خلاص باعت اس واحد احتمال ان انا اغلط كويس؟ ملوش علاقه انا باعت باحتمال قد ايه؟ اكلم ده بقى اكلم هي البروبابيلتي ان انا باعت اس واحد واستقبلت اس اثنين البروبابيلتي اوف ام فعلا بالاكسبريشن ده الاكسبريشن ده بقى هو اللي داخل فيه البي ار كويس؟ فالباوند بتاع كل واحده لوحدها ملوش علاقه بالبروبابيلتي بتاعتها ماشي؟
سفر دي؟ لا لسه عن بكره هتسكت لسه طب الموضوع دلوقتي على الافتتاح ان احنا عن بكره حاجه ماشي يا جماعه يبقى احنا هنا وصلنا ان احنا ممكن كمان يبقى برنت كبير عشان نسهل على نفسنا زياده برضه كمان اوحش شويه بس في اكسبريشن كلير بص ولا حلو ولا صعب على كده كذا خلاص فده ايه حاجه كده هاي ليفل تديني انديكيشن والموتيفيشن ده عامل ازاي حلو؟ تعالوا بقى هاي الكلام اللطيف ده على الام بي اس اي اللي هو الام بي اس اي طيب احنا لو طبقنا حاولنا نطبق القانون بتاعنا بتاع كيلو ده هيجي ايه؟ دي مينيموم بتاعت المسافه دي المسافه دي اسمها 2 جذر اي ساين باي على ام الزاويه دي اسمها باي على ام والبتاع دي اسمها ساين باي على ام جذر اي فهتعمل 2 جذر اي ساين باي على ام كويس؟ ايش وي ابلاي البتاع على باي دي هيجي لنا اكسبريشن ان واحد على اثنين الف وكذا تمام ده بيعتمد من كل نقطه حواليك على بعد متساوي اللي هو الدي ام هو ده تمام لو انت بصيت كده بمنتهى البساطه مش محتاج ذكاء قوي يعني هتكلم نفسك انك انت لو خدت الاثنين دول على بعض والاثنين دول على بعض هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك كل حاجه انت مش محتاج تعد سبعه انت هتعد اثنين بس هي دي بس يبقى عندك هم بتاعتين بس هتلاقي نفسك انه عندك فيري 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 تايت باوند شكله عامل ازاي؟ انك انت كل حته هتلاقيها كفر وانس ما عدا الحته الصغيره اللي هنا اللي هي ابعد حاجه عن الحته بتاعتك كويس فتلاقي بتاعنا اكستريملي تايت للكوبيتو فجالك الكوبيتو ده الفت وجاز دي يعني يقول ساين باي على ام لاي ام تمام وتقريبا بيساوي الكوبيتو يعني فاكر ايه وبين الحقيقه حاجه ما توصلش يلزموا ما تحطوا ايه فوق بعض خلاص انا كده عرفت اجيب بالباوند وبشويه تفكير بسيطه شكل الكوبيت اللي في الايه؟ الام بي اس كي. اوكي؟ اي سؤال؟ معلش انا جبت الدي مينيمم معلش الدي مينيمم المسافه ما بين نقطه بنقطتين على الكونسنتريشن. انا مش فاهم عشان المسافه الصغيره دي اسمها ساين الزاويه دي اسمها باي على ام. البتاعه دي هي ساين باي على ام من الجزء ده. هو ده عمود ايه؟ عمود ايه؟ ده هنا كده في عندي البيز ما احنا بنقول ايه بالصوت دي عندي البيز قول اه مش هيبقى ايه بس انت قول ده سيبه كده قول ده مش هيبقى ايه خالص ماشي يعني الاكسبريشن اللي احنا عملنا فيه ده ده في مجال سيمبل واحد من الناس ده في بي ال في سيمبل لا يقطع عين تاني كده بالعقل كده يقطع كام بالنسبه لده لو انا مطلع البتاع دي وريت في سيمبل ايرور ايه مثلا بوينت 1 يبقى كده وزن شعر كده تقريبا كام؟ ثمنها؟ لا حد فيكم يقول ايه؟ لو انا عندي كوبين انت لسه صحيح سيبه كده وكده بيساوي بوينت 1 الكيس دي لما بينه وبينه وبينه هتساوي كام؟ تلت ها؟ صح كده ولا غلط؟ هات لك التاول ده ليه؟ جاز التالت؟ يا راجل هل الكلام ده صح ولا غلط؟ صح صح؟ طب حد شايفه غلط؟ قول شايفه غلط كويس ها؟ ممكن انت عارف؟ كده لا واحد على ممكن اثنين ثلاثة لا واحد على واحد على ممكن اثنين ثلاثة كم عشان المفروض بقسم على عدد بيتس اللي في مصر لسه. كويس على بيتس اللي في مصر لسه.
ثالثه ايه؟ ثالثه اسامي بس ثلاثه دول بيتس لازم سيمبل. الثلاثه دول هم البيتس اللي بيريبريزنت السيمبل. يعني انا جمعت السيمبل ده كاني بعت ثلاثه سيمبل. ماشي؟ ها؟ انت هتبقى ولا لا؟ ميتين كان بيس انت تقريبا صح؟ حد فيك ولا مش بتصحى عليك بالظبط؟ ها تلتا ولا مش تلتا؟ مش عارف. كم واحد مش عارف؟ كم واحد عارف؟ طيب انا دلوقتي باعت سمك صح؟ عشان بس لازم تعرف انا باعت سمك زي بعض، بس واحد بس اثنين بس اربعه بس واحد جاي صح؟ فدول مثلا اربعه اعتبرهم 10 عشان بس انا عارف باعت 10 من دول تمام؟ ال 10 دول جت لي واحده فيهم غلط قلت دي بس اربعه بالغلط تمام؟ لو انا خدت ال 10 دول ازمت البتاع نقسمه بينه وبين كام؟ واحد على 10 صح؟ انا باعت 10 سنين بينهم واحد تمام؟ ثلاث منهم بقى بيتس ثلاث اصفار 0 0 1 1 1 0 صح؟ يبقى ال 10 سيمبلز دول فيهم كام بيت؟ 30 بيت. طيب البتاع دي كانت 0 0 1 بس الاربعه دي مثلا جنب اس 2 فدي مثلا بتقول 0 1 0 1 1 وفاهم بينهم واحد تمام؟ يبقى هنا في كام بيت باظوا؟ واحده من كام؟ 30. طيب لو 1 على 10 في السيمبل جابوا ايه؟ تلت من ايه؟ تلت من ايه؟ هو ده بالظبط. فاحنا لما بنعمل بيت البيت يعمل بيت يبقى 1 على 3 1 على 4 لو انا 16 لو 1 على 5 لو انا 2 خلاص؟ عشان كده بنعمل بيت خلينا البيت يعمل بيت التمينو في نفس السيمبل فهمت كده؟ قلنا ان اكبر قابليه للعلم ان انا ابقى هنا دي اعلى قابليه للعلم باي فار فرق كبير قوي ممكن ما يوصل من واحد على مثلا 1000 في دي ولا في ثاني واحد؟ طيب انا دلوقتي عاوز ابعد دي واكبر الحته المغمضه اللي بره الحته اللي تمام؟ انا عاوز البروبابيلتي اللي انا باعت دي وبعت في الاماكن دي كلها صح؟ طيب لو انا عندي دوريه كده وادي النقطه بتاعتي اهي وادي النقطه الثانيه انا عاوز الحته اللي بره تمام؟ طيب انا دي مع دي بتطبق ايه؟ من بالظبط كده صح؟ وهي البروبابيلتي بتاعتي ان انا اقف في الحته دي طيب دي معادي بتطبق ايه؟ عملت كده كده طبقت كده انا لو جيت وقلت ان انا باعت دي واستقبلت دي هما الاثنين بس اللي موجودين او باعت دي واستقبلت دي هما الاثنين بس اللي موجودين فهي نفس بتطبق الحته اللي ورا دي كلها تمام؟ كلها مره واحده على الحته البعيده دي هتطبقها ايه؟ يبقى انا كفايه قوي كده جبت وقلت ان انا باعت دي واستقبلت دي او باعت دي ماشي. اي سؤال؟ هنا برضه هنشيل الاي لو مشينا هنحط بقى ايه؟ اللي هو كان كامل كبير اللي هو يعني لو انا عندي كيك اس كي الاي دي هتساوي 3 دي يعني كل سيرفر في 3 بس يبقى الاي اس بيساوي 3 دي ده انا كلمت بعد هشيل الجزء دي ده واحط بدل ايه؟ الجزء 3 دي ماشي؟ قول مش سامع اي حاجه عشان هما دول اقرب حاجه ليك كل ما تبقى اقرب ليك كل ما تبقى اقرب ليك عشان الجوزر ديستريبيوشن عامل كده صح فاحتماليات الارقام الصغيره اعلى من احتماليات الارقام الكبيره اي سؤال؟ طيب الارقام الثالثه اللي لازم نعرف عن الام بي اس اي دي الدي بتساوي تي بي اللي هو 2 ام زي ما اتكلمنا اللي هو الديميشن بتاعه يعني بتاع السيمبل هي صح انا كان عندي تي بي اللي هو السيمبل ديوريشن البيت ديوريشن فاخدت كل ثلاثه منهم حطيتهم في واحد سيمبل فبقى كده السيمبل بيت بتاعي ايه؟ تلت لما كنت بعتهم واحده 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 بعتهم ثلاثه ثلاثه
سيجنال لانجوج هتعرف ان هي شكلها عامل ازاي. ماشي؟ فبقى عندي الاثنين وصل هنا كده عند واحد على تي بي، الاربعه بي اس بي وصل عند واحد على 2 دي بي، الثمانيه بي اس بي واحد وصل على ايه؟ واحد على 3 دي بي. تمام؟ طيب الفيديو بيبدا عامل ازاي؟ الفيديو بيبدا عامل ازاي؟ عامل ازاي لو مش شايفين كده؟ عامل ازاي لو مش كل ما نزود الجنب كل ما نزود الجنب يحصل ايه؟ اللي هو حد الباوندري
حد برضه بتاع جوه بتاع كل اللبنه ايه انت شايف ده بونص محدده بره يعني تسع صور تاني فانا هسيب لك بونص سيب شيء بتاع صح لازم تبقى مربعة كده لازم تبقى مربعة كده واحدة بنحط ديزاين بوت ديزاين مثلا جميل انا ما اقدرش اسال بس انا عايز مربعة انا طبعا حاططها مربعة يبقى هي مربعة مش عارف ديزاين بوت في احسن حاجة النقط كلها محطوطة على نفس الارتفاعات وعلى نفس الابعاد ده بس في الاخر هتلاقي الناس بتعمل خط كده وهتعمل خط كده هتلاقي الدنيا ماشية زي تمام؟ فده شكل الكونسيليشن اللي حاطه عليه. ده طيب السيمبل بريك بتاع اكوان فاكرين لما اتكلمنا على البي بي اس كي وعلى النافيجيشن مع البي بي اس كي نفس الكلام ده بالظبط هنا بيتكلم عن الكلام ده مع الكارت اللي هو الاربعه اي اس كي. الاربعه اي اس كي كان نفس الحاجه لو جينا بصينا هنا على اول تو بيتس مثلا اول بيتس على الشمال هتطلع شكلهم عامل ازاي؟ البيت اللي عايشينه هذا عامل فيديو سيبوهم ازاي وانا جاي البرزنتيشن ده عشان اعمل ايه؟ عامل فيديو دو بيتس بصوا كده وقولوا لي انت عامل فيديو ايه؟ هذا عشان طبيعي الواحد بنص هذا الفرق بتجازل ايه
كل يعني ما تقدرش تقول ايه ممكن يكون ريسك ساعه ده ليه قالوا عشان الله سيبني عشان اللغه الاربعه يعني خمسه ايه اف اي ممكن يبقى شغال على كده، هي ان سي زائد اي على كده، اي ده اللي هو
احط واحد او صفر او واحد او اثنين وتبقى يعني الفيجن بتاعي. فالفريكونسي بتبان على الرجعه بتاعتي. فيعني لو بصينا ما ينفعش تكون عامل انا لو عاوز ابعت زيرو ابعت الفريكونسي دي، لو عاوز ابعت 1 ابعت الفريكونسي دي. تمام؟ طب مثلا الفريكوانسي مثلا اللي بتبقى الفريكوانسي بتاعها اعلى دي مثلا هي الوان ولا في ولا انا اللي متفق الاول دول يوجوالي الفريكوانسي بتاعها هي 1 و 0 الفريكوانسي الاعلى هي 1 الفريكوانسي الاعلى هي ال 1 بس انت في احيان بيبقى عندك كذا بت 3 4 بتس هو ام اف اس كي فمفيش يعني ماشي المهم ان سيمبل يعني حاجه معينه تظبط الفريكوانسي معينه. طيب ايه اللي احنا بنحصله بقى من الفيديو؟ طبعا الفاي اي هنا اللي احنا بنعمله ده الفاي اي هنا ده ايه؟ ادي فريكونسي اهي دي مثلا فيها 2 بيريوس في التايم واللي فيها 3 بيريوس في التايم. كويس؟ طيب الاثنين دول الاول بتطلع على بعض ولا لا؟ لو انا عندي ديزاين كده واحده فيها 2 واحده فيها 3 هل دول عاملين على بعض ولا لا؟ جميل ده بروتوكول صح ده بيقول ايه؟ بيطلع على بعض بما انهم بيطلعوا على بعض يبقى ينفع يبقى بيزنس فانكشنز ولا لا؟ ينفع يبقى بيزنس صح؟ الاثنين دول بالنسبه لي هما بيزنس فانكشنز. وخلي بالك جدا انه انا عندي بالظبط بيجي من السيجنال ما ينفعش السيجنال تخلص هنا اللي هو ايه؟ ساعتها بتاع المغص لازم يبقى فيه مفيد بيجي من السيجنال عشان يبقى بروتوكول. بس طب هو ماشي كان ليه يبقى مفيش التفاسكي لازم يبقى ايه؟ الكاميرا تكون رؤية وتطور على بعض عشان كده اللي احنا كاتبينها بالشكل ده. الشكل ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي كومبليت سايكلز من الكاميرا في التايم تي بي بتاعي. انا عندي كومبليت سايكلز في التايم تي بي بتاعي. 2 و3 ألف وألف وواحد أي حاجة المهم إنه كومبليت سايكلز ماشي كده يبقى الفايل بتوعي هما دول يبقى السيجنال سبيس بتاعي شكلها عامل إيه؟ واحدة فيهم على الفايل 1 والتانية على الفايل 2 ماشي ده السيجنال الأولية وده السيجنال الأولية معلش بس مستني قبلها كان في ان سي كده مجموعه ان سي ده هو العدد الاساسي يعني ممكن يبقى عندك دي 1000 مثلا وهنا عندك واحد واثنين يبقى في واحده فيها 1000 وواحد واحده وفوق واحده فيها 1000 واثنين واحده اوكي فده ايه؟ ده شكل الكونسبيشن بتاعك ماشي. طيب الديسيجن باوندري بتاعنا عامل ازاي؟ خط 45 صح؟ هوصل الاثنين دول ببعض واحط خط في النص هتبقى عندي الزيرو كانت المسافات دي كلها ماشي. طيب لو كان اس 1 ترانسميتد اكس 1 دي هتبقى جاوسيان عند جاز دي دي واكس 2 هتبقى جاوسيان عند زيرو تمام؟ نفس الكلام هنا لو اس 2 ترانسميتد اكس 1 هي اللي هتبقى عند زيرو واكس 2 هي اللي هتبقى عند جاز دي. فانا كده جاي البي دي اف بتاع لندن فاليوز اللي عندي بين 1 وبين 0 وجاي الديسيجن ريجنز والديسيجن باوندريز وجاي السيجنال سبيس وجاي كل حاجه. تمام؟ فاضل لنا ايه بقى؟ عايزين نحسب البيت روبيت. قبل ما نحسب البيت روبيت خلينا نشوف الديتكشن والريسبشن والتصوير اللي بنسيبه عاملين ازاي وده على اساسه هنحدد هنحسب البيت روبيت ازاي. اسالي لما عملت بعتنا اس واحد كان النيو اكس واحد كده وزيرو الاكس مش قلنا اي حاجه بتبعتها في نقطه على الكونستليشن النقطه على الكونستليشن مكانها هو النيم بتاع الجوسي والسيجما سكوير بتاع كل واحده من كل نص بتاع الجوسي اللي بتبعتها فالبتاع دي على سيجما سبيس اكس واحد بتاعها هيبقى جوسي الكومبوننت بتاعها
فلو انا دخل زيرو هتبع لي هنا صفر، الصفر هيتجاوب هنا مش هتعمل حاجه، والصفر هيتعكس هنا هيبقى 1 هيبقى 0. تمام؟ يبقى انا على حسب انا دخلت 1 هيطلع لي فريكونسي، دخلت زيرو هتبع لي فريكونسي بتاعتي. ماشي؟ فدي شكل الباينري ميثود سبيس. طيب الديتكشن هيتعامل ازاي؟ الديتكشن هيتعامل ان انا هاخد الحاجه اللي جايه هطلعها في فايل 1 اللي هو فريكونسي اللي جايه واعمل انتجريشن. كوريجيشن يعني هنا كوريجيت مع فايل 1 وهنا كوريجيت مع فايل 2 زي ما انا مع بعض. لكن لو قال لي بقى الاثنين دول طالعين كويس هطرحهم من بعض. ليه هطرحهم من بعض؟ لان الديسيجن باوندري ده بيقول لي لو طرحهم من بعض بوزيتيف هبقى انا هنا، لو طرحهم من بعض نيجاتيف هبقى انا هنا. كويس؟ فانا هطرحهم من بعض وهشوف الطرح ده لو اكتر من الصفر هيبقى واحد يبقى زيرو مربوط مثلا، لو ايه لو اقل يبقى واحد. تمام؟ يبقى انا كده ببساطه الديسيجن فاليو بتاعي حول من اكس 1 لاكس 2 اللي هو اللي هو اكس 1 ماينس اكس 2. تمام؟ اي سؤال؟ السيجما سكوير بتاعت الرقم اللي عندي كده جوه ده
بتاع ده عشان يديني الرقم ده مصطلح من بعض بس الماسكوت بتاعته ايه كبرت فهيطلع الاكسبريشن شبه بتاع البي دي اس كي لكن الويز بتاعته ايه ضرب فبدل ما كان نص الف في الجزء دي على يمينه بقى نص الف في الجزء دي على يمينه خلاص حسبنا هنا ايه كده حسبنا 3 دي ما بين ده وبين البي دي اس كي يعني بقى لازم ادور الانرجي عشان اجيب نفس الموجود قدامك بتاع البي دي اس كي كويس لانه انا كده ايه طلعت حاجات من بعض بتاعي السيجما سكوير هي ضرب السيجما سكوير كده اي سؤال اي سؤال مفيش اي اسئله طيب ماوس بكر البيست بقى بتاعت البي اف اس كي شكلها ايه؟ البيس بانك اكويبمنت سيجنال هيبقى شكلها كده او كده صح؟ يا اما انا قاعد او جاي هيبقى شكل البيس بانك اكويبمنت سيجنال كده هنستخدم دي او هنستخدم دي صح؟ طيب يعني هي السنه اللي موجوده انا عاوز اطلع منها بس دي كل سنه دي السنه اللي موجوده اف 1 دي مش هي بس الفرق ما بين الفريكونسي اف 1 دي هي الفريكونسي كلها اللي فيها الكلام كويس يعني ممكن مثلا واحد دي لو واحد هنا تلاقي واحد هنا زي 20 كيلو تمام فلو اف 1 واف 2 واحد هنا وواحد هنا زي 20 كيلو انا عشان اعمل الشغلانه دي لازم اشيل الايفكت بتاع الكلام احنا خدنا في النسبه دي بنشوف حاجه وبنقول ايه الساين والكوزاين بتوع الكلام. حلو؟ فانا اقدر اعمل المسائل الثانيه كلها كان واضح فيها الكلام في الوقت. فكنت بقى بعرف اشيل الكلام في الوقت بسهوله وبديله كومبلكس كده. في الاف اس كي الموضوع مش بالبساطه ان عندي اثنين كارير فريكونسي في بعض. تمام؟ فانا اقدر اسيوم ان الكارير فريكونسي اي حاجه حوالين الفريكونسي اللي انا بتكلم فيها. فممكن اخدها باف 1 او باف 2 او الافرج بتاعها. اي حاجه فيها تنفع. كويس؟ فهنكمل بان احنا هنسيوم انها بتساوي اف 1. كويس؟ تعالوا نشوف هتعمل ايه. يبقى اس 1 هتساوي كده. تمام؟ هو اف 1 بتاعتها هي الكارير فريكونسي. طيب اف 2 هتساوي اس 2 هتساوي ايه؟ هتساوي كوزاين 2 باي اف سي زائد دلتا اف تي. دلتا اف ده هو فرق الفريكونسي ما بين الايه؟ ال 1 وال 0. حلو؟ فانا هفك ده الواحده دي بالايه؟ بمجموع مجموع 2 فريكونسي هتبقى كوزاين كوزاين ماينس ساين ساين. حلو؟ طيب البيس باند ايكوفلنت بتاعي بقى هيبقى شكله ايه؟ شكله كده. الاولانيه المطبوعه في كوزاين ماينس جي المطبوعه في الساين. كويس؟ ماينس جي المطبوعه في الساين بتاع بلس جي. شكلها عامل ايه؟ يبقى البيس باند ايكوفلنت بتاع الاف اس كي هو ببعت الواحد حاجه ثابته وببعت الصفر حاجه عامله كده بكومبلكس سيجنال شكلها عامل كده وعمال بقى ايه اغير ما بينهم على حسب الداتا اللي جوه كويس الواحد بقى واحد والصفر بقى ايه حاجه كومبلكس تمام هاخد بقى دول احسب لهم الباور سبيكترم دنسيتي فهو ده هيبقى البيس باند ايكويفالنت باور سبيكترم دنسيتي بتاعي اوكي فاهمين يا جماعه الموضوع ببساطه لما باجي اعمل اي حاجه من دول لازم يبقى عندي كارير فريكونسي افك الحاجات على حواليه اطلعهم من المساله بطلعهم من المساله ازاي؟ ان انا بكتبهم بالشكل ده حلو؟ فبقى واحد فيهم مكتوب بدرجات كده فخلاص انا هشيل ده والتاني ده والتاني مكتوب كده مكتوب كده ده هحطها افك الكوزاين كوزاين الكوزاين حاجه بس حاجه الكوزاين كوزاين ولا ساين ساين واشيل دي واشيل دي واحط مكانها شيل دي واحط مكانها ماينس جي فيطلع لي كده. طب عامل ايه؟ دي الحاجه اللي انا عملتها جايه زي ما انت حاطط كده واحطهم نافع عندي. تعالى كده عامل كده واحد ماينس واحد بتاع وسخن له دي اف بتاعه اسمها ايه؟ جي بي اف اسمها ايه؟ فوتوكوبيشن فانكشن صح؟ فما غير بقى الناس اللي بتقول فوتوكوبيشن فانكشن بس دي واحده بواحد والثانيه هنا بقى ايه؟ كومبلكس ماشي؟ ما عملناش اللي انا عملته هيطلع لي حاجة في الدنيا كلها حلوة ولا
حاجه تعمل. هنشوف بقى لسه هنتكلم عن الاف اس كي، بس انت حاجه تعمل ماشي هنا بقى ايه في النقطه دي. يعني لو تفتكروا في البي اس كي كانت البتاعه دي نازله عند هنا عند واحد هنا نازله اقل سن شكلها مختلف شويه، ما هياش سن لا حاجه مختلفه شويه خلاص. فدي لما ناخدها نطلع فيها البيز بانك الكونسيبت. اي سؤال؟ الامل بتاع الاف اس كي هو نفس التاني لكن عندنا ايه بقى؟ 7 فريكونسيز بقى على حسب الجامد التاني. 16 فريكونسيز ممكن تبقى 30 فريكونسيز يا باشمهندس. هيبقى عندنا كام بيزنس فانكشن بقى؟ امل على حسب عدد السيجنالز اللي انا عاوز ابعتهم. فلو عندي 16 سيجنال عاوز ابعتهم بقى عندي 16 بيزنس فانكشن ب 16 كيوريتور و 16 كل حاجه. تمام؟ طيب البيزنس فانكشن بتوعي اللي شفتهم عندي واحد على جهاز ايه اس اي اس اي شكلها عامل كده كويس؟ كل واحده ليها فريكونسي مختلفه فبقى عندي ايه؟ بالشكل ده. قول مش هعرف اكسبها. طب ده غصب عننا مش بمزاجنا. هو كده هو ده النظام. هي يعني ما تتعملش بالام بيزنس فانكشن. انها فيها ام فريكونسيز مختلفين ومرتبطه مع بعض. دكتور هو انا عندي كده وعندي كده ومختار كده فريكونسيز مختلفه بي اس دي. هل الاختيار الفريكونسي عن الثانيه بيغير في الفريكونسي؟ بس هي ايه بقى؟ هتجي على حسب الاختيار بتاع الكارير فريكونسي على حسب البتاع اللي مكتوبه ازاي. ممكن تختار حاجه تسيبها لك كده. ممكن تختار فريكونسي تانيه تطلعها لك كده. فانت في الاخر بعد ما بتطلعها بتصدرها. تمام؟ يعني احنا مثلا المفروض مش عارف بس انت بتفكر يعني بس انت المفروض هنا دي هتطلع باذن عالي انا واحد الاقل جوهري. في واحد هتبقى في اثنين عادي ولا انا هطلعها شكل. لو انا خدت الاف واحد والتركيب بتاعتي متشفته شويه كده او متشفته شويه كده فانت هتبقى مصدره. طيب البتاع ده هيطلع لي ايه؟ كذا بيزنس فانكشن. طيب الريسيفر بتاعنا بسيط جدا. الريسيفر بتاعنا بسيط ليه؟ لانك في الاخر هتبص تشوف مين اكتر واحد فيهم مطلع. هتعمل كوريليشن مع ال 16 فريكونسي وتكامل وتشوف مين اعلى واحده. اعلى واحده هي لسه كويس انت مش محتاج ترسم كونستليشن وبتاع وحاجات كده لا انت مجرد بتكلم معاهم دول وتشوف اعلى واحده هي اللي ماشي. طيب وهنا في ام اف اس كي الاوبتيمال ريسيفر في ايه؟ باند اند كوبريتورز. ات ذا سام بيستم ذا ريسيفر ميكس ديسيجن بيست اون ذا لارجست ماتش كريتيكال اوتبوت ان اكوردنس وذ ذا ماكسيمم رايت ديسيجن خلاص انا بتاعك بعمل معاك كلوز ومش معاك كلوز اكزاكت بروبيت محتاجه از ديفيكالت تو جراف زي الام بي اس بي. ذا يونيون باوند كان بي يوز تو جيت اب تو جيت ان ابر باوند تو ذا بروبيت سيندروم. حلو البتاع ده بقى ايه؟ انه الديستنس بتوين اني تو سيجنالز از جاز اتنين اي اتنين نقط على الكونستليشن هو مفيش كونستليشن شرعه في سيجنال بس لو تفتكر لو كنا عاملين كده كانت المسافه عامله كده. طب اخد النمبر او ثلاثه دي التالته هنا هتلاقي تلات مسافات دول زي بعض. أربعة خمسة ستة مش هنعرف نقسمهم هتطلع نفس الكلام. هتطلع نفس المسافات فكلهم ليهم نفس الارقام من بعض. فالدي مينيموم اللي احنا كنا حاطينها في الابر باوند هي نفسها الدي بتاعتهم كلهم. فتلاقي نفس الابر باوند بتاعك شكلها عامل ايه؟ ام واحد على 100 الف والجاز بتاعك كلهم. تمام؟ لا اي واحد قانون طبعا اللي احنا شفناه هنا ده قول دي قول دي ملهاش علاقه بالموديليشن. الموديليشن دي بيأثر في ايه؟ في الديزل اللي انت بتحطيها اي كان شكل الموديليشن. هنا كل النقط بتاعتي على بعد دي من كل النقط بتاعتي على بعد دي مينيموم اللي هو جذب الدنيا. فهي نفس الخط بتاعك عشان تعمل
عباره عن بنت بس بتاعت مين؟ طب ايه علاقه بين ايه وايه؟ مفيش هناك نقط على الديسكريبشن، نقط على الديسكريبشن، بشوف المسافه بين النقط وبعضها وبحطها في الديسكريبشن. اف اس كي كل النقط زي بعض، وكل النقط المسافه ما بينهم وبين كل النقط الثانيه ثابت. ففي الاخر بتقول لك اللي ايدي على فتحه ايه بقى؟ ايدي ممكن تبقى عندي 8 اف اس كي، يبقى اي بي بتعبر عن 3 بكس، يبقى اي بي بتساوي 3 بكس. ماشي، تعالوا بقى بصوا الاف اس كي ده بقى ايه مختلف عن الباقيين كلهم، ده حاجه واحده، ده موبايل اف اس كي، ده ال 4 ده ال 8 ده ال 16. ايه اللي بيحصل؟ بيتحسن مع جنب. طب بتكسر ايه؟ باندويتس. انت كل اللي بتحط بتاعك بتاعك باندويتس كبير صح؟ فالباندويتس عمال يزيد والبرفورمانس بيتحسن. طب الباندويتس عندك بيزيد ازاي؟ حد يقدر يقول لي العلاقه ما بين الباندويتس بتاعي مثلا 8 اف اس كي وباينري اف اس كي؟ حد يقدر يقول لي الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ باند ويكس بتاع 8 اف اس كي وباند ويكس بتاع باينري اف اس كي، الاثنين واحد على العلاقه بينهم بقى كده. 3 اضعاف. ايه؟ 3 اضعاف. 3 اضعاف. قول 4 اضعاف. مظبوط. طب انا عندي حاجه بتزود بدايات او اربعه او تلت، الحاجه بتقلل بمين؟ ممكن تفهم ان انا لسه عندي قصه ان انا ايه؟ بدل ما انا باعت بيت ورا بيت ورا بيت واخد كل 3 بيتس وحطيتهم في سم صح؟ فانا لو انا شغال بنفس البيت بقى عندي السم ديوريشن طول صح؟ فبقى عندي حاجه ليها علاقه، هي ما يعني ما اقدرش اقول انها بالظبط كده بس ليها علاقه بال ليها علاقه بالعدد ده اللي هو 8 ده كويس؟ اللي هو هيطلع مثلا 4 او 3 او زفر، بس هو مش بيطلع يعني هو اكشولي مش هيبقى 3 ورا 4 ولا اكشولي هيبقى 8، بس 8 على 2 بس، يعني هنا عندك 2 وهنا عندك 8 او هنا عندك 2 وهنا عندك 16 فليكوز صح؟ فهي دي ايه؟ ففي حاجه ليها علاقه بالام نفسها بالجلوبال ايه؟ تمام؟ يبقى عندي ام على روج النيل. هناك كانت واحد على روج النيل فكان بيقل بالريشيو ده. هنا بقى عندي ام على روج النيل فبقى بيزيد بالريشيو. تمام؟ وانا عندي 16 بالنسبه للنيل يبقى عندي حاجه ليها علاقه بال 16 على روج النيل 16 و 4 فكان زودت 4. ولو بصيت هنا هتشوف. ادي لو بصينا مثلا على الزيرو هنا ده هنا اقل من الدبل شويه. الحته اللي بتنزل فيها الزيرو ده اقل من الدبل شويه. هنا عند 2 ونص وهنا كان عند 2.7 كويس؟ ف 3 مرات 3 مرات ونص. يعني احنا في الاول كنا بنحط النقط كده هنا في النقطه دي والنقطه دي على جزء اي بي خلاص؟ طب بقى عندي 8 اف اس كي النقطه دي بقت فين؟ اسمه الدوريشن توب
السيلوبيشن دول وعدد الفريكونس اللي بياخدها زاد قوي فبقى في ريشيو اي سؤال؟ اي سؤال؟ هو في الحالات القديمه كان بيبقى له جنين مع ايه؟ كان تبقى واحد على اول اتنين بس واحد مفيش كلمه مفيش اي ده الحاجه الوحيده اللي بيحصل فيها الاف اس اي هو الحاجه الوحيده اللي لما تزود الفيديو بتتحسن وبتتحسن ماشي.